يعطيكم العافية وأهلاً فيكم في برنامج ريسيت. نوعين من الحركة المطلوبين في الأوزان. في تمارين يعني مطلوب منك تشيل أوزان عالية وطاقة عالية، ولكن عيبها ما راح يكون فيها مدى حركي عالي، راح تكون يعني قصيرة المدى الحركي، أوكي؟ وفي تمارين ثانية أوزانها تكون خفيفة وتعطيك مدى حركي أكثر. إنزين، منو الأهم فيهم ومنو الأفضل إني أطبقه؟ أثنانهم مهمين. الأوزان العالية ويكون فيها مدى حركي قليل بسبب إن هي أوزان شديدة، راح شسمه تستهدف نوعية العضلات اللي أنت دائما تشوفها بالمنظرة واللي هي تكون بالشكل وتعطيك شكل خارجي. والتمارين اللي فيها مدى حركي أكثر وأوزانها خفيفة راح تستهدف الأنسجة اللي حوالين العضلات، وراح تكون تستهدف عضلات يعني نوع من العضلات أنت ما تشوفها بالمنظرة، بس هو قاعد يقوي من داخل ويقوي عضلاتك أكثر. فاليوم التمرين أبر راح يكون مع أوزان. أنت اختار كل تمرين اللي يحتاج مدى حركي عالي، تختار فيه وزن ما يكون فيه وايد عالي، واللي يكون التمرين اللي يعني مثل بايسبس وشي تحتاج فيهم أنه يكون وزن عالي، راح يكون عندك المدى الحركي أقل. فراح نتحرك 30 ثانية وراح نريح 30 ثانية. عندنا 4 حركات حق تمرين الأبر اليوم. أول تمرين راح نسويه راح نصعد بايسبس، أفر دنابل، أنزل هامر، أوكي؟ فهذا التمرين راح نطبقه 30 ثانية مع بعض. يلا 1 2 3 بلش. بايسبس، لف الوزن، أنزل فيه هامر، أوكي؟ أنزل فيه كامل، أفرد إيدي، أصعد لـ 90، كوعي ثابت يم جسمي ما يتحرك. الوزن يخليك تسوي سوينج أو تثني ظهرك عشان تصعد كذي، هذا الوزن غلط لأنه ما قاعد يستهدف العضلة عدل، قاعد يخليك تحرك كل جسمك علشان تحركه. آخر واحدة دان. الحين التمرين اللي بعده راح يكون بوش أب عادي. راح نشيل الأوزان، أوكي، ننزل، حط اليدين إيدي تحت جسمي بالضبط، أنزل وأصعد أو أحط ركبي على الأرض، أنزل وأصعد على حسب الليفل اللي تقدر عليه. تمرين البوش أب يستهدف منطقة الجسد. يلا 1 2 3 ليتس جو. التمرين الثالث راح نسوي ميكس ترايسبس مع الباك. تجيب وزنين، اوكي، نثني ركبنا ثنية خفيفة، ظهري لقدام، الأوزان تحت، اسحب رو، كيك باك، اجين داون، انزل وزنين تحت قدام ركبي، وارد اسحب، كيك باك. يلا 1 2 3 Let's go. التمرين الرابع راح يكون حق منطقة الشولدر. امسك الاوزان 90 90، just press up again down, press up again
داون RDD 9090 مبطلة، مضغطهم فوق رأسي بالضبط. يلا نبلش مع بعض، 1 2 3 جو. الحين راح نرجع حق اول تمرين اللي هو كام بايسبس، تنزل مره ثانيه هامر راح نطبقه. شي خلصنا الست الاول كان في 4 تمارين، كل تمرين سويناه 30 ثانيه وريحنا 30 ثانيه. ستو راح نمسي على نفس الشيء. يلا استعد، خلي الاوزان عندك بالباي، سهل تقدر تصعد الاوزان اكثر. اذا حسيت اوزانك خفيفه زيد عدد الثواني اللي قاعد تسويها. يلا 1 2 3 جو. تحت راح نسوي البوش اب. تسوي البوش اب وانت ماسك الاوزان ما في اي مشكله، بس تخلي ايدك اهم شيء وانت ماسك الدامبل لا تكون كذي، حاول تخليها سيده عشان لا تأذي هذه المنطقه وانت حاط كل وزنك على جيب. حاول انك خلها اساس يساعدك اصلا الدامبل انه ما يأذي ايدك. يلا 1 2 3 بلش. فوق راح نسوي الترايسبس مع الباك. تمسك الوزنين تسحبهم برو، كيك باك، ترجع اجين داون رو. 30 ثانيه راح نسويها هذه الحركه الثالثه، يبقى وراها حركه واحده وخاصين كل الحركات ان شاء الله. يلا 1 2 3 ليتس جو. اخر حركه الحين واللي هي راح تكون شولدر بريس. اوكي يلا استعد، 1 2 3 بلش. اللي حاب يكمل اكثر من 2 ست يقدر يسويه ويقدر يختار
الأوزان اللي تناسبه. وبكذي احنا وصلنا حق نهاية حلقتنا، إن شاء الله نشوفكم على خير في الحلقات الجاية.